اليوم كتبتوا لي في الكومنتات اللي كيتو راين اي كي اي كريم الغربي ترشح للرئاسه، حاجه مش متوقعه جمله وحكايه مش محبوكه جمله. على السلامه وين جاوك بيه ماشي الدنيا حط لنا ملف فما واحد اسمه يبدا بالكا وفي الوسط را وباش يترشح للرئاسه وباش يرجع تونس كي دبي كي دبي سمح اي نفهم فيك. لا مش محبوكه جمله، توقعات في بالي بيك هبطنا عليك على الفيديو المره اللي فاتت. عبد الجواد ان شاء الله اليوم باش نمشي شوفوا خطاب اللي عملوا كيتو راين جانج جانج بانج بانج يو نو برو. ان شاء الله نشوفوا الفيديو كليب كيفاش قلت فيديو كليب باش نشوفوا كيفاش هو قاعد يحكي وشنو المواضيع اللي يجبدها والمشاريع ان شاء الله اللي باش يجيبها للبلاد. لكن قبل كل شيء كما العاده فتك عندك اللايك باتن وصل الفيديو ذا 1500 ماذر فاكن لايك يب عم سبسكرايب خاطر 70% منكم مش عامل سبسكرايب في القناه. ثانك يو سو ماتش ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلن رسميا ترشح الانتخابات الرئاسيه 2024. نشوفوا الخطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه جيده. الحمد لله. ونعرف برشا باش يقولوا ماناش بخير وبلادنا مش بخير. الوضع اليوم في تونس دقيق وحساس، مش ما نقولوش كارثي على جميع المستويات، ويقتضي منا ان نوحدوا الصفوف ونحطوا ايدينا في ايدين بعضنا الناس الكل مهما كانت اختلافاتنا، على خاطر كان باش تغرق بينا السفينه باش تغرق بالناس الكل. ندخلكم حال كنت نستنى فيه باش ينحي المليول يبدا بخلع ويجي وسوس بناتي تركي وين الفيديو كليب؟ لا ولا احكي سيريو جانج جانج برو معاك لاخر دقيقه. هذا علاش؟ لازمنا وقف التامل في الوضعيه اللي نعيشوا فيها اليوم. ايوه كلكم تعرفوا تونس كيفاش ولات. نشوفوا كان في التضييقات على الاعلاميين على المحامين على المثقفين بصفه عامه واصحاب الراي والمدافعين عن حقوق الانسان. صحيح. نشوفوا كان في دخل هذا الحبس، نسمعوا كان في بطاقات ايداع، الادراج بالتفتيش، استدعاءات للمحاكم. والله هذاك هو الحل باش تنظف البلاد من الفساد، خويا اللي عنده شبهه تبيعها معناتها باش يشد يحطوه في تحت التحقيق، كان جاوب باهي جاوب باهي، كان جاوب مش باهي. تو من شهيره قولوا يا سيدي اش بها الدوله مش قاعده تتحرك، كي تتحرك الدوله اش بها الدوله قاعده تتحرك؟ فسروا لي شنو تحبوا تعملوا؟ فسر شنو باش تعمل لنا؟ احكي لنا ترى اقنعني. على كلمه قالت على كاريكاتير على معنى المرسوم 54 سيء الذكر. هذه هي الانجازات اللي نشوفوا فيها اليوم. ومن شهيره اخرى نشوفوا في الصفوف على الخبز، الزيت، السكر والمواد الاساسيه. ومن بعد يجيو يقولوا لنا محتكرين. تيموس ليها قيس سعيد خويا مكفن الخبز في الدار، ناوي ان شاء الله بعد ما يكمل من الرئاسه يحل الكوش خويا، هذاك علي مكفن علينا الخبز. محتكرين مال عليه مال كيف يا خويا؟ غبر طار الخبز تير اوف لاين، شقتوا الارض وبلعتوا، جاعت الارض مثلا. وصارحوا الشعب. ايوه. لمينا شوية عملة صعبة مع عند التوانسة اللي يعيشوا في الخارج، وقعدنا بين خيارين، يا نخلصوا القروضات وإلا نوردوا بهم مواد أساسية. مشاو خلصوا قسط ألف. والله سامحوني كان قسيت أما زلت نستنى في الزبنات يجي وراه ويبداو يتوركي ويولي يغني. 2023 وخلاو الشعب ياكل الحجر ودز كيف العادة على المحتكرين والمتآمرين. ساعات نقلق من الحجر اوك نطيب شويه رمل سخن شويه رمل وساعات الظف اي نعم الظف زاد به الحمد لله يا ربي عندنا دي بلا جدد معناتها نتاع حجر وظف فهمتني وما نسحقش الملح خاطر ديجا الارض مال خويا حاجه لطف حاجه واو. اعملوا لايك كان تحبونا خويا نعمل لكم ندخلكم في عالم الطبخ في مجال كل ما هو حجر وما هو ريق هذاك خاطر سيبوا احنا ماش عندنا ما ناكل صحيح متنا والغرف المظلمه وهم ونحن والزوالي ليه ربي. الله زعما هكا نجمو نقدمو ببلادنا؟ صعيب برشا. يي تحس عمل فاز نتاع رابيرات. قاعد ديم برو خريب يخرج تيجي بوك 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 راه ملوط يعمل هكا هو توك توك. بالظروف هذيا نجمو نجيبو مستثمرين؟ انظر. يي كيتو راين ليتس جو. انتوما تعرفوا اللي احنا من فترة كبيرة قاعدين نعاونوا في برشا مجالات. كيما تجهيز المستشفيات، ترميم المدارس، توفير الماء الصالح للشراب، بعث مشاريع صغرى للشباب مع تقديم الإعانات الاجتماعية للفئات الضعيفة في مختلف المناطق. أيه صحيح من المقرونة دورها بنوات برافو. إن شاء الله هو نقوله إن شاء الله معنا في صورة ما أنت خسرت الانتخابات إن شاء الله تأخذ تعاون في البلاد إن شاء الله. ما تعملش كما خيك عاون بالمقرونة من بعد خسر نسيها تونس مضمض عليها. ولكن هذا غير كافي. علاش؟ عليه
على خاطر فما عديد المشاكل والعراقيل اللي نواجهوها على أرض الواقع. كم؟ كل ما نقوموا بمبادرة يعطلونا بالقوانين والبيروقراطية وجيب لي ترخيص وارجع غدوة وحتى لعصاف العجلة إلى آخره. يا أخي حافظين كل نفس السكريبت؟ فسروا لكلكم حافظين نفس السكريبت كوبي كلي العهد بورقيبة البن علي للي جاهم بعد كلهم فرد سكريبت أتوا نحيوا البيروقراطية أتوا درشنية أتوا ما يريناش خوي. أنا من قبل نحلم تغيير واقع البلاد. أيوة. تغيير واقع الشباب والنهوض بتونس وتولي بلاد متطورة. تولي كي دبي كي دبي كي دبي كي دبي يا عبد اللطيف يا عبد اللطيف. على مستوى التكنولوجي متطورة على مستوى البنية التحتية دبي. تولي فيها مطارات كبيرة كياسات خدمات راقية مواني كبيرة ومتطورة باش نجموا نستقطبوا المستثمرين ورؤوس الأموال. والله العظيم ريت تحسوا شد دبي خوي يوسف فيه عبد اللطيف خوي كي حكيت لك اللي هي تونس باش تولي كي دبي باش فما رئيس تونسي اسمه في وسطه فما الراو هو مغني ومعروف انترناسيونال فهمني وهو تو يحكي على دبي ريت ربطوا الاسهم فهمت ربطوا الاسهم بالعالم باش يقول لك هذاك هو باش يرجع لك تونس كي دبي وهكا نخلقوا ديناميكيه اقتصاديه في البلاد ومواطن شغل للناس وهكا الاقتصاد يتحرك والعجله تدور ونكونوا حاربنا الفقر والبطالة ونهضنا بوضعية الزوالي في تونس. مش أقسم بالله مش بالي غني. وهذا ما نجم نحقوه إلا ما نكون في موقع قرار. أيوة. لذا اليوم قررت أني نخوض أول تجربة سياسية فعلية في حياتي. أيوة. ونترشح للانتخابات الرئاسية 2024. نايس. القرار هذا ما هوش سهل. خذيته بعد تفكير عميق وبش يكون على حساب برشا حاجات في حياتي. وبالرغم من ذلك قررت أني نخوض التجربة هذه إن شاء الله نكون في مستوى آمال وتطلعات الناس اللي اعطتنا واللي باش تعطي فينا ثقتها ونكون عند حسن ظنهم على خاطر المسؤولية ما هيش سهلة عنا العديد من المشاريع للبلاد في المجال الاقتصادي والثقافي وخاصة الاجتماعي وإن شاء الله ربي يوفقنا مع بعضنا في سبيل تحقيق التقدم والرقي والازدهار للبلاد والعباد والله ولي التوفيق. والله ولي التوفيق. مسكينة على البيت بكا. لا 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 أنا بعد ظني إثمي وكل خوي صلح في حاله. لا 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 والله شايف البلاد وانا عارف كان نربح هو الانتخابات مش مشي ورا الشمس اما اخويا كلمتي واخوها بالرسم مشيت البلاد والله ربي حاس مش متوزر ورا الشمس وعنده الوهرة متاع بن علي والخطابات متاع بن علي تحياتنا الليلة بن علي ابارامو هي كتبت له السكرين لي نفدلك اي 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 اتس جوك برو راه نفدلك عندك حتى علاقة انت بليلة بن علي جملة افهم وحدك عاد من بين السطور خويا باش نقول لك لهنا فما ليلى بن علي لهنا فما بير شنو اما خويا انا متاكد اللي هو باش يصلح المنتوج المحلي على حسب الفيديو اللي وريته لكم من قبل باش يصلح المنتوج المحلي هذيك حاجه لا ريبه فيها البلاد تدخل في حيط الاقتصاد تاعها هذيك حاجه اخرى اما المنتوج المحلي باش يتصلح دونك كان فما عبد باش ينتخبوا راه خاطر المنتوج اللي جاب اللي تصور معه هو قبل لكن فرضا ليلى عبد اللطيف كلامها صحيح ترى هي ما تقول لك هي ديما تتنبا وكل فهمتني وذكرت كادوريم هم ما يعرفوش بعضهم راه لا هو عطيها فلوس لا حتى شيء هنا مش باش نقولوا ليلى بن علي مره اخرى فهم وحدك فهمتني مش هي تلز للشعب باش ينتخبوه ولا حاجه راه جمله ام في صوره ان شاء الله ما ترشح اي خويا اعضاء الحكومه اللي باش يجيبهم لتونس على يميني خويا كما تشوفوا
وزيرة الأخلاق الدينية، على يسارها وزيرة التعليم والتعليم، في الجانب الأيسر هنالك اللاعب الخطير وزيرة الثقافة الوضيعة، وعلى الوسط هنالك نجد وزيرة الشؤون الدنيوية، وفي الوسط خويا نبقى رئيس الحكومة ظاهر فيها خبر، ظاهر فيه من عينيه خبر، ظاهر فيها خبر. يا لطيف، باش تهز البلاد الهاوي لدبي لدبي دبي دبي سامحوني لدبي. دونك الاولاد هذا يا خويا ترشح في الاخر. انا لهنا نعرف في فيديوهات خويا يمكن تضحك، فما عباد تراها تضحك، اما انا نقول لكم اللي بروغرامات والحقيقه حاجه نيو على الاخر، ما سمعناهاش قبل لا عند نهضه لا عند بن علي لا عند بورقيبه لا الجمله اللي نحيو البيروقراطيه اول مره نسمعها. أول مرة نسمح يحسن وضعية البلاد، أول مرة نسمح النهضة ما قالتهاش قبل. الأحزاب الكل خويا ليسار ليمين، حتى حزمة خال اللي هو خويا باش ينحي البيروقراطية والظلم والقهر ويرجع للشعب كرامته والمبادئ بتاعه ويصلح البلاد ويرجع تونس كما دبي كما دبي تتحسن الوضعية، وإن شاء الله تونس تولي خير ونولي وكلنا خويا تنظموا في المليارات وإحنا راكشين في ديارنا، تحسين البنية التحتية وتحسين الثقافة والتعليم والتربية وكل حاجة. هذه أول مرة برافو كدريب، اول مره نسمعها. بروجرام كهين ان شاء الله، ان شاء الله يصير البروجرام، ان شاء الله مش على يديكم عادي حاجة. اما ان شاء الله ان شاء الله يصير البروجرام خويا، جود لك. كيف ما تشوفوا لهنا خويا لطفي العبد اللي يصفق له، اعطيه الصحه لطفي، ما خيبناش ظننا جمله، برافو برو. الاخرى كاتبه خايف لنكتب كلام وبعد يشد رئيس يبعثني ورا الشمس. لا 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 خويا ما تخافش، راه في بن علي ولا تابع ليلى بن علي جمله. لا لا مش تاعي ما يعرفهمش. قيس سعيد رئيس تونس خويا بن علي رايم. حصلوا حل وحمله نتاع ترشيح قيس سعيد للانتخابات في الكومنتريات الحقيقه، ابارامون باكلاش الحكايه عليه. رجعت عليه الحكايه وهو صرف فلوس بركل كوستيمي وعلم تونس وهر وهيلمان، في الاخر خويا يلقى على اليمين لطفي العبد اللي صفق له يعطيه الصحه، والبقيه خويا قالوا قيس سعيد رئيس تونس، رئيسي هو قيس سعيد اكسترا اكسترا، وربي مع الكل خويا. انا لهنا ما عنديش باش نقول لك معليش كنت تنتخب ليش كنت تنتخبش، انت خويا عندك مخ، جاليتنا لبرا زاد ما تضروناش يهديكم ربي، وتعودنا على الكلام هذا نتاع السياسيين خويا. انا ما ياكلش معايا خبز الحقيقه كرأي شخصي، يعني انت دبر راسك لك حريه التفكير والتعبير فهمتي، وعندك المنهجيه المطلقة اللي تنجم انت تستعملها باش تستنتج اسكو هذاك العبد صحيح ولا العبد الغلط، وشكون باش يهز تونس لدبي ان شاء الله تولي كل دبي. وكاو كونوا خويا كملنا، نشوفوكم ان شاء الله غدو في فيديو جديد، بيس هاندوب كما اخوكم زيد هاشتون ما فاك نيكس، والله ولي التوفيق، وباي باي.